بصراحة أنا كنت معيد الخطاب، ولكن في هذا كنت أعددت خطابا كمساهمة في هذا لما هذا الإطار سبق لنا في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذه السياقات أن عبرنا في يوم دراسي لمجلس المستشارين عن قناعاتنا حول ما يجري. أنا بكل صدق تنعتبر هذه مناسبة تتيح للأحزاب السياسية لكي تطور فهمها وتحليلها من أجل اتخاذ القرارات الملائمة. في هذا الإطار يبدو أن الإنصات لربما سيكون أبلغ من الكلام، والاستماع غادي يسرنا باش نكونوا تاخدين مواقف واضحة وصريحة. اسمحوا لي أن أقول جوج الكلمات ولا ثلاثة. استغرقت قضية أوضاع المحامين ومهنة المحاماة، استغرقت في هذه السنة بشكل كبير كل النقاش الذي يجب أن يكون واسعا حول العدالة وحول القضاء وحول تقييمنا لأوراش الإصلاح والاستقلال المتحدث عنه القضاء وحول ما يجري معنا، لأن أي مناقشة لأوضاع المهنة لا يمكن أن تكون معزولة، ولا يمكن الحديث عن تطور مهنة المحاماة إلا إذا تم نقاش المحامين بصفة لا جزء من هذه العدالة بما يقع في العدالة وما يقع في المحكمة وما يقع في القضاء. ولذلك ربما حان الوقت لكي نطرح ونفتح مرة أخرى ملف العدالة وملف استقلال القضاء، لأنه بصدق في الممارسة لا شك أننا جميعا شنا من الاختلالات وشنا من الهفوات ما يستدعي اليوم، خصوصا أننا أمام سلطة لا رقيب عليها، كل السلطة يمكن لها أن تراقب وتتابع بعضها بعضا. نحن أمام سلطة مستقلة، ولربما تعاملنا مع هذه الاستقلالية يستدعي أن نفتح حوارا عميقا وشاملا حول هذا المكسب الذي ناضلنا من أجله جميعا، ونأمل أن نقطفوا الثمار ديالو ماشي أن نقطف فقط المساوئ أو الاختلالات التي نعيشها أحيانا في بعض المحاكم. هذه هي الملاحظة التي وددت المساهمة بها، شكرا لكم، واسمحوا لي سيد نقيب أن أكون من ضمن الأخوات والإخوة المستمعين في الجزائر.